يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر من طبقه ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر من طبقه ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر عفاست انت المقدره عفاست انت المقدره عاني ظروفك واقهرها تخاف من المرى يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر صراحة يا عديلة المسألة دي فاتت حدا عباس رجلك ده يا اخي البلد كلها تشكي منه يا اخي ليه يا اخي انا اسوي شنو انا اعمل شنو وبعدين انت قصدك شنو الدنيا كلها بتشكي منه مجنون يعني عباس ولا شنو يا اخي ده الجن ذاته بالنسبه لي ولا اي حاجه يا اخي خليك من الجن يا اخي ده بيشبك في الناس من طرف خلاص عشان ما يشبك في الناس من طرف خليهم يبطلوا القطيعه فيه اقطعوا يا اخي رجلك ده ذاته مقطع اقطعوا فيه من وين يا اخي يا اخي بعدين ده مدي الناس فرصه ذاته يقطعوا فيه يا اخي ده اللي قال ناس ساكتين يقول انتوا ساكتين عشان كنتوا بتقطعوا فيني انضموا يقول انتوا بتنضموا عشان بتقطعوا فيني الناس ذاته بيقوموا عارفين يعملوا شنو يا اخي يعملوا شنو الناس يخلوا لي البيوت ولا شنو هسه هو وين هو وين هسه ما بكون من شبك لي في زول في الشارع هذول لعيبتهم اللي بيجيبهم كلهم مواسير والله اخر واحد ده يا زول اخر واحد ده والله اكبر ماسوره اكبر ماسوره شفت اقول لك انا ماسوره منو؟ ماسوره منو؟ ماسوره منو؟ ماسوره شنو؟ يا زول هي انا ماسوره انا ماسوره مالك يا زول؟ غير تتكلم بالتليفون اسمع اسمع لا واجهنا عديل شنو لا ايه اللي ماسوره ما ماسوره منو الماسوره؟ يا زول انت ما نصيحه ايوه يا زول هي ما تتكلم في كلام فارغ منو الماسوره؟ ايوه اسمع والله شفت اقول لك حاجه لا 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 هما يجي واجهني فيس تو فيس منو خليه يجي واجهني فيس تو فيس انا مش اختانك كده فيس تو فيس ايه اللي ماسوره انت مجنون ولا شنو انت علي انا ده بس عيلو قاعدين في الضل اللي يقطعوا الله والله انا ما اخلي واحد يقطع فيني كله يا زلمه ده على منو ده اهلا عباس ترى عباس بلا فسيخ بتقولوا في شنو يا زول قول بسم الله يا اخي قول بسم الله عليكم انتوا ديل بسم الله عليكم انتوا ديل مالكم مالي يا اخي مالكم مالي دي قروشي اشرطه احرقها اعمل اي حاجه انتوا مالكم مالي يا عباس يا عباس قروش شنو يا زول قول بسم الله ايوه اعمل لي فيها رايح اعمل لي فيها رايح عباس هي اللي عباس وبرا عباس معاك هي ناي انت سيدي انت ده ساكن مع نسابتك ونسابتك زهجانين منك انا كلمتك حصل قلت لك انا هيا انا يا عباس وانت ذاتك انت ذاتك مش اختك في الخليج بترسل لك المصاريف وتجيب لك انت عندك قروش عندك قروش بتكفيك انا كلمتك يا زول احترم نفسك ايوه احترم نفسك يا رجل يا بتلاقي كلام بتاع احترام احترم نفسك ايوه يا اخي ايوه انت سعد ما قدر القطيعه بتقطعوا مالكم يا زول بسم الله الله يهديك احترم نفسك يا رجل اتحرك من هنا يا هور يا زول يا زول اتحرك من هنا بتعرف القطيعه وما تقطعوا تعال شنو يا اخي ما هو يا اخي ده شرطه يا اخي الزول ده عنده وسواس يا غريب يا اخي عنده وسواس قهري لا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا تشرب اقول يا اخي يا
يا خالي قبل يعني انا بس انا دار افهم حاجه واحده بس دار افهم حاجه واحده مالو زول ده قاصدني يعني قاصدني ولا ايش يا اخي بتكلم في التليفون ماشي في الشارع يا اخي بتكلم عن كورت امبارح كورت امبارح دي بتكلم مع زول عن كورت امبارح بوشني كده يطلع من التليفون ويتكلم مع صاحبي يا اخي قاعد يقول سمعوا كلام فارغ ولا واجهني وما واجهني قلع التليفون من نظام قلع التليفون يا اخي قاعد يتكلم وقال لي تقطعوا فيني وتتكلموا يا اخي قطع فيني فاضي لو يا اخي انا عباس بتاعك والنمج غلطان غلطان والله اصله غلطان يا اخي يا اخي لكن يا اخي معلش يا اخي مش عارف وشي يا اخي وشك يا تو يا صادق يا اخي والله لو ما انت في الحل والله لو ما انت والزول ده راجل اختك والله لازم انا كنت شلت الطوبه اللي فرقني بعدي انا بعد ما شفته مشيت منه فخليته كله كله طوبه يا اخي ليه يا اخي فلقني يا اخي فلقني يا اخي لا غلطان مصر غلطان غلطان والله مصر غلطان جيتك انت جيتك انت كزول انا احنا بنعرفك انت الله يبارك فيك اي زول غيرك الله يبارك فيك انت بنعرف عديده الزول ده شوف له حل شوف له صرف لانه والله بعد ده احنا بنتعامل معه بطريقه لا جيتك والله مغدره فوق راسنا لكن يا اخي معلش بس اتعامل معه حسب حالته يعني اتعامل معه حسب حالته حالته شنو يا اخي بنيوم ما تضر مصحه يا اخي ولا تضيع حتى يعني اتكلم في التليفون يا اخي اتكلم في التليفون كده ده يقلع التليفون مني يا اخي بقول له يا اخي شوف اللي تقطع فيني يا اخي انت كنت تطمن مع عمي يا اخي انت مالك ومالي يا اخي انتم مع عمي يا عديله جيب لك مويه بارده ما داير مويه يا اخي بس عباس ده ليمو بل ليمو معقول يا اخي عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. نحن شركة الطائر الأبيض وعباس ده كان مقدم لعقد عمل وكان في إشكالية في الأسماء يعني. فالحمد لله طلع العقد وطلعت نادرين عباس عشان يوقع لنا يعني. جاو عقد عمل باسمه؟ نعم. كده وريني. الصادق الصادق أجري أجري أجري. أجري. عباس عباس جاو عقد عمل. ما تقول لي العقد ذاك. الله اكبر الله اكبر خلاص رطبنا والدولارات جاتنا نمضى عليك نفصم لك نصور لك اي حاجه اسمكم اسمك انا صادق عثمان الصادق ده اخوي اخوي هاي عثمان الصادق انا زوجة عباس حصلت 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 جيبوها في البيت حصلت الصحافه تجيبوا قلت له شنو قلت له عن شنو ها لا 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 حصلت تكتبوا على لا تكتبوا على لا اكتب شنو؟ اكتب شنو؟ زح منه! زح علي منه! زح علي منه! تكتبوا علي أنا! أنا جنيت! أنا جنيت! أنا جنيت!